السلام عليكم. زار والي ولاية الجزائر العاصمة ورشة إعادة تهيئة ميناء الصيد لمدينة الجزائر، واللي بعد العملية الأولى التي عرفتها هذا الميناء في هذه مدة 6 أشهر تمثلت في رفع كل القوارب القديمة اللي كانت ترسو بالميناء واللي تخلى عليها أصحابها. الآن العملية الثانية هي عملية إعادة تهيئة هذا الميناء وتحويله من ميناء للصيد إلى ميناء للنزهة والترفيه، وفيه برومناد على طول الميناء. إذن العملية هذه الآن راهي انطلقت هذه الأسبوع الماضي وراهي مازال سيرة، إن شاء الله تكون الأشغال على عند حسن ظن المواطنين وتكون في أحسن يعني بمواد ذات نوعية جيدة بمقاييس المعمول بها في المدن العالمية اللي نعرفها. إذن إن شاء الله تكون الأشغال كما قلنا في المستوى. أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.